ياكلوا مرضى الضغط والسكري لأنه في حموضة، نزلت نسبة السكر فيه فصارت تناسب مرضى الضغط والسكر، وأنا سبحان الله مريضة الضغط والسكري فناسبني، يعني لا ارتفع سكري ولا ارتفع ضغطي الحمد لله. زدت عليه كمان مخلل الكركديه ودخلته بالحلويات، فالحمد لله ما شاء الله يعني أموره ماشي. هسا إيجابياته الكركديه إنه بده جو دافي وهذا اللي ناسب منطقتنا، وبده قلة مي وهذا الموجود عندنا. ومن سلبيات الكركديه إنه عدوه النمل، النمل والمطر، المطر إذا بنزل عليه بحرقه، وأنا دائما بزرعه بنهاية 6 وبنتج بآخر 10، يعني شهرين زمان بيكون المطر نازل، هو بناسبه التربة الطينية. شوف هاي أرض كاملة ما شاء الله، لكن أنا نقلته 3 سنين قبل 5 وما زبط بنوعة التربة. شوف أرض واحدة نفس المزروع لكن تربة من جهة لجهة بتختلف، هسا اللي ناسبه الطينية ما شاء الله عليه، ما في مشاكل بزراعته، زراعته عادي على العين، بتحط فيها البذور، زراعة بذور دغري، وبتزقي أول مرة بعدين بتقعد أسبوع مرة واحدة، يعني ما واجهتني فيه أي مشاكل والحمد لله. هسا السماد رش مبيدات وسماد الفوسفور، أنا عيد النوايشة أنا وزوجي طبعا هو المزارع سبحان الله بده فوسفور، شو بنعمل إحنا؟ السمك اللي بموت عندنا بالبركة بنجيبه بجنب الشتلة وبندفنه، فسماد العضوي أكثر من السماد الكيماوي، وهذا الشيء سهل علينا زراعته. هسا أنا مزارعة أبا عن جد، وزوجي على راسي الحمد لله وهو مزارع وبعرف إنه يشتغل هاي الشغلة، فبلشنا معه شفنا شو اللي بفيده شو اللي بنتجه، وسؤال مديرية الزراعة اللي عندنا والمهندسات ما شاء الله ومدير الزراعة ساعدنا في إنتاجه هذا، ومركز البحوث اللي عندنا كمان 4 شهور ما يمضوا اللي هو 6 7 8 9 10 بتبلش عندينا الزهرة هاي.
هو احنا بنستخرجه من الماكنة، بعدين بنشره لمدة يوم، ثاني يوم بنجمعه بنبله في المي، بعدين برد نجدله مرة ثانية، يعني بتجدل بعد ما يجف ويرد ينبل في المي، بعدين بصير عملية التجديل للخيوط. احنا بنستعملها لما تكون طازة يعني من المزرعة دغري نشتغلها، بيكون أفضل أحسن للماكنة. لما تنشب الأسماك اللي ممكن استغلالهم بهاي المنطقة. النوع الأول اللي هو سمك المشط، بيمتاز فترة حياته قصيرة من 6 إلى 7 شهور، بوصل للوزن التسويقي 450 جرام كبداية، وممكن يوصل لغاية 700 جرام خلال هاي الفترة. هذا النوع من السمك عليه ما أخذ أنه ممكن يتكاثر داخل البركة إذا ما كان ذكور وإناث، ولذلك بزيد في عنا الأعداد الأسماك الموجودة داخل البرك. فمشان الواحد يتخطى هاي الجزئية ممكن يختار إما أنه يربي الأسماك وحيدة الجنس اللي هي معاملة هرمونيا، بحيث يكون كل القطيع الموجود عنده داخل البركة ذكور فقط. فليش بده يكون ذكور فقط لحاله داخل البركة؟ لأنه لما يكون القطيع كله ذكور احنا بنحط عدد ثابت وبنخرج في عدد ثابت، الشغلة الأولى. الشغلة الثانية بيكون معدل التحويل الغذائي أسرع، لأنه أسماك المشط في تكاثرها بتتكاثر الأنثى لما تضع البيوض ويصير عليها عملية إخصاب، تلتقط الأنثى البيوض وبيظل داخل فم الأنثى بحدود الأسبوع على بين ما يصير فيه فقس. فخلال هذا الأسبوع الأول الأنثى ما راح تكون فيها تقوم بأي عملية تغذية، وراح يظل موجود البيض بعد ما يفقس ويصير فرخ، راح يظل الفرخ موجود داخل فم الأنثى حتى تقريبا عمر 10 أيام. فإحنا خسرنا يعني 12 يوم ل 13 يوم من عمر الأنثى خلال الدورة الواحدة بدون أكل. فمشان هيك راح يكون فيه ارتفاع في وزن حجم الذكر وانخفاض في وزن الأنثى. لذلك احنا ندعو الناس اللي بتيجي او اللي بده يركز على استزراع السمكي في اسماك المشط مشان تكون الكفاءة عنده عالية والانتاجية تكون محصورة فقط لزيادة كتلة اللحم داخل البركة، انه يستخدم الاسماك وحيدة الجنس. النوع الاخر اللي ممكن استخدامه بهاي المنطقة اللي هو نوع اسماك الكارب. الكارب ممتاز بعمره طويل، يعني ممكن انه يظل عندنا سنه سنتين ثلاثه، لانه العمر التسويقي بوصله بحدود الكيلو على عمر سنه. اذا نزلت درجه حراره الماء عن 10 درجات مئويه ممكن يؤدي لنفوقه، لذلك انا مطالب بتسويقه قبل دخول فتره المربعانيه، او اروح على لاجراءات انه تحفظه خلال هاي الفتره من البرد. لذلك الكار بكون في الفترات هاي افضل، لانه ما بتاثر بانخفاض درجات الحراره مهما وصلت، حتى لو وصلت لدرجه تجمد سطح الماء. إذا كان في عندي مشاكل تسويقية وجدتها أنا بعد فترة مثلا سنة أو انخفاض أسعار لحوم الأسماك، ممكن أنه أصبر عليه 2-3 سنوات، ما عندي مشكلة بطولة فترة التخزين السمك عندي داخل البركة، لأنه هيك راح يظل أنه وزنه يعني يتزايد ويكثر. طبعا البركة الزراعية اللي مربى فيها السمك راح يكون مخلفات الأسماك وتحليل مخلفات الأسماك داخل البركة، بقايا العلف، السمك اللي راح يموت وراح يتحلل داخل البركة، هذا بيسوي عندي كلها مخلفات عضوية ممكن يستفاد منها بعد ما نقوم بري المزروعات بهاي المياه. يعني عبارة عن سماد مجاني إجاك.
الأمر الآخر، البرك الري الزراعية اللي ما بكون جواها سمك راح نلاحظ إنه نمو طحالب. هاي الطحالب إذا وصلت لنظام الري بالتنقيط أو وصلت لنظام ري المزروعات راح نشوف في انسداد بالنقاطات أو راح يغلبنا كثير بانسداد الفلاتر الموجودة. لذلك السمك بتغذى على هاي الفضلات الطحالب ومتخلص منها بنحول دون انسداد نظام الري الموجود عندنا. من الجزئيات اللي حاب أشير إلها في تربية الأسماك داخل برك الري أنه ممكن إذا كانت البركة كبيرة وانخفاضها عمقها عالي ممكن نربي نوعين، نربي سمك المشط ونربي سمك الكارب، لأنه السلوك التعايشي بيناتهم مختلف تماما. يعني السمك المشط بيعيش على أول متر من سطح البركة، سمك الكارب لا بيعيش بالقاع أو بالأعماق. لذلك ممكن أنك تربي النوعين بحيث النوع الأول دائما يظل تواجده على سطح الماء والنوع الثاني بيكون متواجد أسفل البركة، لأنه كمان برضو سمك الكارب بحب برودة درجات الحرارة وبحب كمان المناطق اللي هي مظلمة، فنسبة الضوء اللي بتكون واصلة إلى أسفل البركة بتكون قليلة، فبكون النوعين داخل جوا البركة واحدة ما في مشاكل. هسه بركة الري أصل يعني مثل ما بيحكوها اللي هي موجودة بطريقة معينة بدها تكون على شكل مجوف، يعني بشكل اللي هي زي ما تحكي كيف المخروط المقلوب، نفس الشيء بحيث انهم يستغلوا اكبر كميه من الماء في داخل مساحه محصوره صغيره. لذلك احنا بنستخدمها لكن هي ليست النموذج الامثل لتربيه الاسماك. فاللي بده يربي سمك وبده يسوي بركه مختصه في تربيه الاسماك لاسماك المشط بده يعمل بركه لا يزيد عمقها عن متر و 30 سم و 40 سم، يكون لها مدخل تصريف في الجهه المخالفه لمدخل دخول المياه، وبكون فيها نسبة ميلان بحيث يكون ميلان البركة من اتجاه دخول الماء بانحدار لغاية مشاهدينا الكرام. هنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أرض الخير، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وموضوع زراعة جديد. إلى ذلك الحين هذه تحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء.